السلام عليكم أصدقائي الجيمر، مرحبا بكم من جديد في قناة The Gamer Channel، القناة المغربية والعربية للألعاب الإلكترونية والبث المباشر لأحدث ألعاب الحاسوب. أعزائي الكرام، أشكركم على تفاعلكم في الفيديوهات بالتعليقات والإعجاب، وأتمنى أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم لكي يستفيدوا منها وكذلك ويزورونا على القناة. أعزائي الكرام، هذا الفيديو فيديو جديد أو فيديو الثاني من الإنبوكسين. الانبوكسين وهو فتح ماتيريال الالعاب، ماتيريال يعني الجيمين اللي كيكون يعني استفدت منه وعارف القيمه ديالو، يعني ممكن انها تستفد منها اي واحد بسعر مناسب. اعزائي الكرام، اليوم جيتهم بجوج ديال السوليات، فوالا كما كتلاحظوا اللي هما هي ماركات جادل وماركات اي ميس. هاد الماركات يعني بالتجربة صراحة، صراحة جربتهم لقيتهم يعني بأثمنة مناسبة وكذلك خدامين ب يعني في البي سي بدون أي مشكل. غير أهم حاجة بالنسبة لهاد النصيحة للناس اللي يعني كيديروا الناس الجيمين أو كيديروا الناس يعني اللي كيخدموا في البي سيات، ان يتهلاو في البياس ديالهم. اعزائي الكرام، الان نقدم لكم يعني السوري الاولى، كما كتلاحظوا لا مارك جادل، هذا هو الباك ديالها كما كتلاحظوا، يعني صراحه ديزاين زوين وكذلك خفيفه، ما يعني ما تديرونجيكش في البي سي. فوالا اعزائي الكرام، انا غادي نفتحوا هذا الباك. داكشي يعني ستيكي، طريقة جميلة، يعني برودوي زوين ونقي وبأثمنة مناسبة. كما كتلاحظوا أعزائي الكرام، هذه هي السوري، كما كتلاحظوا يعني ديزاين وار، يعني ممكن أي واحد يشوفه يعجب. كما كتلاحظوا الآن هذه فيها نعطيكم لي كاركتيرستيك هنا، كما كتلوفوا هنا لي كاركتيرستيك، غادي نشرح لكم كل يعني كل معلومه على حده. كما قال لك هنايا سيت دي جيمين ماوس لوك لايت، يعني فيها الاضاءه في السوري، يعني فيها الار جي بي، يعني هذه سوري كتوفر على ار جي بي. فيها كي لايف 5 مليون تايم، يعني الكليك بزاف، يعني مليار ديال الكليك، غير يعني الكليك كيكونوا بروفيسيونيل، يعني ممكنش انك تضربها بالجهد او لا، يعني كيقولوا لك 5 مليون تايم، يعني شي حاجه اللي ممكن انك تكليكي تلعب كذا، ممكنش المشكل. هاي بيرفورمانس اوبتيك ايز، يعني شي حاجه اللي كاليتي زوينه والماتيار مزيانه. فوالا قال لك هنا يا سيدي هاي جريد بريد كبر وير 1 متر 1 متر ادمنت، يعني فيها الخيط ديالها فيها مترو اونس، يعني خذ الراحه ديالك، متر ونص في الكابلي، يعني تخدم بها مرتاح، ما كاينش المشكل، واخا يكون بعيد منك السيتاب ما كاينش المشكل. هما كما كتلاحظوا والكاليتي هذه دائما اللي كنأكد عليها، الكاليتي ديال الماتيير، يعني كتشوفوا انها الخيط بحال الثوب. فوالا هنايا كما كتلاحظوا راه الخيط يعني الثوب، ما كاينش المشكل. عندك سيدي هنايا سوبر ديزاين شارب بيرفكت توش، يعني لي توش كونفورتابل، لي توش يعني مزيانين، ما كاينش يعني ديزاين داكشي محطوط جيمين 100% جيمين. عندك سيدي دي بي اي وهو السنسيبيليتي او السرعه ديال هذا، اللي كتبدا من 800 1200 حتى 1600 دي بي اي. هذا اعزائي الكرام كما كتلاحظوا هنايا كيقول لك هنا الاف بي اس رويال ار جي بي كروما، ار جي بي كروما هو الاضاءه ديالها، هنا الاف بي اس ديال الجيم، وكتوصل حتى 1600 في الدي بي اي. هذا اعزائي الكرام بما لاحظتوا انه برودوي زوين وماركه مزيانه معروفه، تقدر تقلب عليها في هذا في جوجل او في لي ستور ديال الالعاب، وراه نخلي لكم في الديسكريبسيون، نخلي لكم الاسماء ديالهم ونخلي لكم لينيا ديالهم باش تقدروا تشوفوا يعني تزيدوا تقراوا على هذا الماوس. الان غنمروا للماوس الثانيه وهي الاي ماك، ماركه يعني ديال شينوا،
ولكن بكاليتي مزيانه وماتيه مزيانه. غير فكره انك تسمع شي واحد كتقول ليه يعني ماتيريال ديال شينوا كيقول لك وا شينوا دغيا كيخسر. عزاك يا راه راه كلشي لي ماتيريال كاملين كلهم شينوا، راه شينوا هما اللي كيديروا لا برودكسيون، غير بالنسبه للماتيير هو اللي كيلعب الدور، الماتيير ديال البياسه او ديال الماتيريال هو اللي كيلعب الدور. يعني كيقدر يستعمل ماتيريال او الماتيير يعني رخيصه باش يطلع برودوي رخيص، فهمتيني، او يستعمل ماتيير غاليه باش يدير برودوي غالي. فوالا اعزائي الكرام كما كتلاحظوا الاي ماك اكس 7 يعني فيها 7 بوطون، 7 بوطون يعني فيها 7 البوطونات كما كتلاحظوا الان. هذه الانبوكسين ديالها، يعني شنقول لكم يعني ديزاين زوين، خدمه نقيه. فوالا كما كتلاحظوا اعزائي الكرام حتى هي نفس الطريقه معمول ليها الباك ديالها. فوالا اعزائي الكرام هذه هي السوري كما كتلاحظوا، يعني ديزاين شنقول لكم داكشي بيرفكت بيرفكت، يعني ما كاينش يعني 10 على 10 صراحه. كنهنيهم حتى هي الماتيار كما كتلاحظوا ديال الخيط الثوب، يعني ما كاينش المشكل. كتبغي غير انسان شويه يتهلا في البياسه ديالو باش مي باش يعني هي اي حاجه بياسه راه فيها واحد لا دوغي دو في، لا دوغي دو في هي المده اللي كتقدر تحمل هذه البياسه هي عندك وانت في الاستعمال ديالها. الان غنشرح لكم هذا، نشرح لكم لي كاركتيرستيك او سبيسياليفيكاسيون ديالهم اللي هما فيها 7 كي جيم تيب اوبتاغون، فيها يعني 7 لي بوطون، 7 لي بوطون كتكون من 7 لي بوطون. عندك اورغاميتميك ديزاين فايل بارتيكوليتلي جود، يعني شي حاجه ديزاين اللي هو جيمين، ما كاينش تخرشيش. كنت انا كدا دي بي اي ديالها او السنسيبيليتي ديالها كدا من 8000 من 800 حتى ل. فوالا اعزائي الكرام انا وصلنا للدي بي اي اللي هو كيبدا من 800 حتى ل 2400، بالعكس ديال السوري الاخرى اللي كيسالف 1600 دي بي اي. 1600 دي بي اي يعني هذه صراع من هذه، كما كتلاحظوا ان هذه كدا من 800 حتى ل 2400، هذه فيها 1600 يعني الحدود ديال 1600، هذه كبدا من 800 حتى 2400 دي بي اي. عندك هنا اوريجينال هايت